إن الذي فاز الجائزة الثالثة هو السيد البقالي، والتي حازت الجائزة الرابعة هي الأستاذة أمينة المريني. وما فيما يخص الأستاذ البقالي فنحن نعرفه ويعرفنا، وقد ألفنا منه الشعر الممتاز والقوافي المختارة والتي قل نظيرها. وإنصافا للمرأة نستسمحه ليعطينا دوره، علما أنها أخذت الجائزة الرابعة. وحينما أدعو الأستاذ المعيني إلى إلقاء قصيدتها فإنني أرجع إلى سنة مولانا وسيدنا وجدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان يطرب للشعر الخنساء، تلك الشاعرة التي غنت الإسلام ورفعت شأنه بقصيدها وشعرها وبتضحياتها المتوالية في أفراد أسرتها. وكان قربه منها صلى الله عليه وسلم إلى حد أنه حين كان يطرب لبيت من أبياتها أو قصيدة قصائدها يأخذ بأذنها ويقول لها ضاحكا ومستبشرا وفرحا بها: إيه يا خنيسة، إيه يا أمين المريني، تفضلي لتلقي كلمتك، لتلقي الكلمات. علما أن وقوفك أمامنا هنا اليوم ليست شريفا ولا تكريما للمرأة المغربية المثقفة فحسب، ولكن أعتبره تكريما للمرأة العربية والإسلامية في جميع أنحاء المعمور. جازاك الله خيرا واكثر من أمثالك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على حضرة أمير المؤمنين المؤيد بالله. قف يا زمان لموكب الأضواء، للعيد يرفل في البهى الوضاء. قف حي غريته التي لبياضها تغدو الدنيا قدسية الأرجاء. جبريل من عدن يسوق تحية فيضا من الألاء والأشذاء، والحور في أعلى الجنائن رتع يسحبن ذيل طهارة ونقاء. وزينت حبك السماء قلائدا أضفت على الغبراء حسن وشاء، والعالم السفلي أرهف سمعه يروي بمسنده عن العلياء. لله من عرس عنا لجلاله إخوان صدق في ثرى وسماء. ذا مولد البدر المنير ضياؤه خير الأنام وصفوة الكرماء. قطب الفضائل والنفوس سقيمة شمس الهدى في الليلة الظلماء. صلى الإله عليه ما غسق الدجى واستبشرت أرض بنور ذكاء. ذا عيد مولده الذي به يحتفي فرع زها في دوحة شماء. علوية نبوية من هاشم أهل الصفاء وعترة الفضلاء. قوم أناخ المجد في عرصاتهم وتسنموا قدما ذرى الجوزاء. قوم إذا نظم الفعال وجدتهم في سمته دررا ذوات سناء. ألقت
ألقت بنور المصطفى ووصيه حسن العلا والشيمة الزهراء. أكرم به سبطا لأشرف والد برئا بآل الملة الغراء، أهدى لها في عيد أحمد تحفة. وكذاك بر الولد بالآباء. الجامع الحسنية مفخرة الدنا عبر الزمان قريبه والنائي. لم تبني يونان وفرس مثلها أو يعرب في عصرها الوضاء. غيظت لها السبع العجائب إذ بدت تاجا يرصع مفرق العلياء. صرح ثوى فوق المحيط كأنه عرش تألق فوق صفحة ماء، أو لجة وضاحة قد شدها جن الحكيم لصخرة صماء. يسعى إليه الموج وهو مبايع متصدع من رهبة وولاء، متهيب أبراجه الزهر التي شمخت تسامي قبة الزرقاء. وكأنما أخذ السهاب بمنارة شماء ذات مطارف خضراء. نثرت لمطلعها المجرة لؤلؤا ووشت حواشيها شموس فضاء. وسرى من الآذان روح فاتن غمرت دنا بالعطر والأنداء. والكون ساج والجواري خشع والبحر يرجع أقدس الأسماء. الله أكبر أخرست بجلالها أجراس كفر زاهق ورياء. ورنت تحدق في الجمال خلائق نشوى بسحر المسجد الوضاء. قد حير الألباب منه زخارف أربت على الحمراء والزهراء. وبديع آيات قد أكمل رقمها فكر صناع ماهر الإنشاء. نشر الفنون على القباب سبيكة سفراء تخرس ألسن الشعراء. وكأنما حشر الجمال هنيهة في الصحن والمحراب والأقباء. دنيا من السحر البديع علا بها واسم الملوك وشارة العظماء. من نضرة الفردوس بعض سماتها مجلوة فتانة لرياء. سبحان من جعل الفنون رواسيا فوق المحيط بضفة البيضاء. بيضاء هذا يوم عرسك فاختري في حلة السرياء والنعماء. بيضاء تيهي بالجمال وزغردي وتفاخري بالعزة القعساء. في ظل من بز الغمام بنائل جلت عوارفه عن الإحصاء. ولتشهد الدنيا بأن أمة سمكت من الأمجاد خير بناء. من ذا يطاوله ويبلغ شأوه أو يرفع التاريخ فوق الماء. غير الهمام العبقري أخي الحجا ماضي العزيمة فاتح الصحراء. دانت لحكمته البحار وأشرقت بسداد رأيه غرة البيداء. ملك حما حصن الديانة والتقى من أن يناله معول السفهاء. وأنار قصد المدلجين لدى السرى بهدى النبي وسيرة الخلفاء. ولكم أسى جرح العروبة مخلصا وهو الخبير بموطن الأدواء. مولاي
مولاي يا خير الملوك شمائلا، يا أوحد العظماء والزعماء، اهنأ بصنو المسجدين ودمل ما يعلي ويرفع راية الحنفاء، وادخله في أمن الإله مؤيدا بجنوده وبآيه الغرياء، والسلام على المقام العالي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بسم الله. أنت أكبر.